أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سنقوم بتوضيح موضوعات الأسبوع 14، فأهلا وسهلا بكم أحبائي وطلابي طلاب اكتساب اللغة. أبدأ عزيزي الطالب بالأهداف، أن يميز الطالب بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية، وأن يوظف القاعدة النحوية في جمل من إنشائه. كيف ننمي مهارة القراءة؟ يفضل تقسيم فترات القراءة على مجموعة من المرات خلال اليوم، أي القراءة لمدة من 5 إلى 10 دقائق على الأقل، حيث يمكن القراءة مثلا أثناء الإفطار والغداء وحتى العشاء، إذا كانت عادة القراءة محببة خلال هذه الأوقات، أو القراءة عند الذهاب إلى الفراش، وبذلك يزيد عدد المرات القراءة في اليوم لمدة 10 دقائق لكل مرة، أو 40 دقيقة يوميا. وفقا لبعض الأبحاث، فإنه يمكن للفرد زيادة القراءة والمطالعة الخاصة به، وكذلك تحسين التركيز عن طريق قراءة الكتب في وقت مبكر من اليوم. ملازمة الكتاب، يفضل عند الذهاب إلى أي مكان اصطحاب كتاب، سواء في السيارة أو المكتب أو إلى أي مكان يتم الذهاب إليه ويكون فيه الفرد قادرا على القراءة، مثل الانتظار عند الطبيب. وتعتبر قراءة كتاب طريقة رائعة للاستفادة من الوقت. التقليل من وقت الفراغ، تجد محاولة التقليل من قضاء وقت الفراغ على التلفاز والإنترنت لزيادة أوقات القراءة، فكل دقيقة لا يتم قضاؤها على الإنترنت أو التلفاز يمكن للفرد أن يستفيد منها في القراءة. اختيار المكان المناسب للقراءة، ينبغي عدم القراءة في مكان غير مناسب، مثل القراءة في غرفة التلفاز، أو القراءة مع وجود الأطفال، أو مثلا القراءة في الحافلة المدرسية، أو قراءة كتاب مع وجود شخص يستمع إلى موسيقى. لذلك يجب العثور على مكان هادئ ومريح مع إضاءة جيدة للقراءة. قراءة الكتب الممتعة والساحرة، يفضل البحث عن الكتب التي تستحوذ على التفكير وتشد القارئ إليها، حتى لو لم تكن هذه الكتب روائع أدبية، المهم أن تكون ممتعة، حيث إن الاستمرار في القراءة هو الهدف. وبعد أن تصبح القراءة عادة يومية للشخص، يمكن بعدها قراءة الكتب الصعبة. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى الجملة الفعلية، والجملة الفعلية كما تكلمنا سابقا تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل، فلكل فعل لابد أن يكون له فاعل، وقد تحتاج الجملة الإسمية إلى مفعول به أول أو ثاني أو ثالث لإتمام معنى الجملة. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل إلى كتابة التطبيقات رقم 2 للإجابة عن التدريبات الواردة فيه. ثم عزيزي الطالب سوف ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة المفعول به، والمفعول به هو اسم منصوب يدل على من وقع عليه فعل الفاعل. وقد قلنا سابقا أن الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل وهما ركنين أساسيين، وقد تحتاج إلى مفعول به لإتمام معنى الجملة، وقد يكون مفعول به أول أو ثاني أو ثالث حسب معنى الجملة. ثم عزيزي الطالب بعد الانتهاء من شرح هذه القاعدة وتدوينها على الدفتر، سوف نقوم بالإجابة عن التدريبات الواردة في كتاب التطبيقات رقم 2 وتدوين الإجابات على الكتاب. وأيضا عزيزي الطالب في هذا الأسبوع سوف نقوم بإجراء اختبار إملاء، لذلك عليك عزيزي الطالب مراجعة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. كذلك الأمر سوف نقوم في هذا الأسبوع باختبار قراءة، لذلك عزيزي الطالب عليك مراعاة معايير القراءة الجهرية حتى لا تقع عزيزي الطالب في الأخطاء. وأيضا سوف نقوم بالإجابة عن العديد من المهمات والأنشطة التفاعلية الخاصة بالقاعدة النحوية الفاعل والخاصة بالقاعدة النحوية المفعول به، بالإضافة إلى كتاب التطبيقات رقم 2 الذي سوف تقوم بالإجابة عن التدريبات الواردة في هذا الكتاب وتدوين الإجابات على الدفتر. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت
من شرح موضوعات الأسبوع الرابع عشر. فأهلا وسهلا بكم أعزائي، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.